أنا سوري ومن سابع جد، وبلادي عأصابيعك عد، دمشق وشهب أولاد إي وحمص وحماة، والدير وإدلب وأمثالن، شو رأيك رد؟ الله الله يا بلادي مثلك ما صار، بدي أجيكي لأزين جيدك بالغار، لك ألف اسم الله عليكي قيمة ومقدار. ختمت كلامي ومتحيرة شو أحكي بعد، لك أنا سوري ومن سابع جد، أنا سوري ومن سابع جد. الله بسنة واحدة معقول؟ ما هو معقول تتعلم تسبح وتطوف على وش المي. وليش بقى سيدي ما هو معقول؟ لأنه أنا من 30 سنة بسبح وما عم بقدر بطوف على وش المي. معقول؟ إيه مستحيل هالحكي هاد. وليش سيدي؟ ليش لحتى أكذب عليك؟ هذا الواقع.
طيب عم تعلم لحالك الا مع مدرب عم علمك؟ والله يا سيدي لحالي. شوف حبيبي، السباحة من أهون ما يكون، انت بس ركاب الموجة وما بتلاقي حالك الا طايف على الوجه. ايوه قولي هيك من الاول. ليش دخلك؟ قولي انت شلون تسبح؟ انا بسبح عكس التيار. عكس التيار؟ اذا هيك بعمرك ما راح تطوف حبيبي. صار معك زياد؟ المدير قبل لك الاستقالة ولا ما قبلها؟ يا سيدي ما قبلها. اوف، وليش بقى؟ ايش بيعرفني؟ هي رابع مرة بقدم له اياها وما بيقبلها. وما قال لك ايش السبب؟ يا سيدي قال انه نحن محتاجينك كثير وما بنقدر نتخلى عنك ولا بأي شكل من الأشكال. العمى، إذا الواحد بده يدخل على الوظيفة بيهلك، وإذا بده يطلع منها بتطلع روحه، إيش هاد يا؟ إيش بيعرفني؟ حضرته قال أنا صمام أمان الشركة، وما بنسمح لك تترك وتمشي على كيفك. أيوة، أنصحك نصيحة لوجه الله. هات لنشوف. خيو، مالك إلا تدبر حالك عن طريق مرته، هي الوحيدة اللي بتأثر عليه وبتخليه يوافق لك على الاستقالة. مرته؟ وشلون بدنا نوصل لمرته؟ ايش كيمياء بذكور؟ اسهل شغله انك توصل لمرته. لا تفهمني غلط حبيبي، بتبعث مرتك لعند مرته، بتدق الباب وبتسمع الجواب، بتشرح له وضعك، وهي اللي بتظبط جوزها، وباذن الله بيمشي الحال. يا سيدي جبتها، برافو عليك. تكيبني لي يا رب البدع، ولا جسمي نحيد وما يحمي البلاء. مرحبا. يا اهلين وسهلين حبيبي، اهلين. روحي طمني طمني، ايش صار معها؟ ما مشي الحال، مع عدم الموافقة. لك ليش مع عدم الموافقة؟ مش بعرفين، قال انا موظف كتير مهم والشغل بالشركة كله ما بمشي بلاي. ايه انت الحق عليك حبيبي، مين قال لك تتميز عن غيرك من الموظفين وتشتغل بقلبه رب؟ لك على الفاضي ومسك فيك كل هالقد؟ بالله هلا لازم يكون الواحد مقصر بشغله حتى يمشي حاله؟ شيلينا من هالموضوع مشان الله. ها، ايش بدي اقول لك شغله، اليوم ضروري تروحي على بيت المدير العام وتتعرفي على مرته وبتشرحي له هذا الموضوع وبتقلي له انه جايين عقد خارجي، وهو بالنسبه لنا فرصه ما بتجي يمكن غير بالعمر مره وحده بس، وبتقلي له هذا الموضوع اللي صاير معنا وانه جوزها ما عم بوافق، بجوز تتعاطف معنا وتطلع بنت حلال وتضغط على جوزها وتخليه يوافق ويمشي الحال. ايه والله فكره، هلا اليوم بروح لعنده. بدك مني شيء او ما اسوي لك فنجان قهوه؟ وعبدو سجل لي هذا الطلب عندك. ايه، الظاهر مصر على استقاله. ايه سيدي مصر. يا استاذ زياد، انا برايي لا تعذب حالك وتضيع وقتك على الفاضي، لانه المدير ما راح يقبل استقالتك. يا سيدي هالمره بدي يوافق لانه الواسطه تبعيتنا كبيره. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يلا. يا سيدي هالمره اكيد بده يمشيها. طبعا بده يمشيها لانه مرته تدخلت بالموضوع. خيو ابو زكور، بشرفك لو كنت عامل هيك من الاول مو كان احسن لك؟ يا سيدي المهم انه يمشي الحال. بس اذا مشي الحال بدنا حفله مطنطنه. ها ايوه، ولك لعيونكم واحلى حفله لعيون الشباب، بس يمشي الحال منقول ان شاء الله. ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل.
صار هذا البني آدم ما راح يفهم بنوب. صرت مفهمه 100 مرة يا بني آدم لا تقدم استقالتك ما راح أقبلها. وبرد بيرجع بيقدم. تحدي يعني. طيب. مع عدم الموافقة. بالعافية شباب. أهلين أبو أحمد. أهلين أبو أحمد. هذا اليوم ما طلبتوا شيء، لا شاي لا قهوة. طيب جيب لنا طقم شاي. تكرم. لحظة لحظة، أنا خليه يجيب لي فنجان قهوة بصحي راسك. خيو أنت ما بقى أجيب لك شيء طاولة طاولة، ما بدفع حسابها، ما بقى أتحمل، ما بقى أتحمل، عندي 6 أولاد وأمهم. ياسين لك أبو أحمد، هلا وقت الشاي والقهوة اتركنا منهم وقول لي إيش صار بالطلب، تتوقع؟ إيه توقع توقع. بس ما زبط فيلمك، ما عدم موافقة. عم تحكي عن جد؟ ايه والله حرمني الإشارة، تفضل. لك هات لأ شو؟ لعمة؟ لك والله ما عدم الموافقة. بس بدي أعرف إنه إيش مساوي مع هذا الزلمة، ليش هيك عم يساوي معي؟ لا تستعجل يا أستاذ زياد، بركي مرته نسيت تقول له. يا سيدي مزبوط، وعم تحكي صح، لأنه لو كان مرته قالت له كان رأساً وقع لك ومع الموافقة كمان. ومعقول مرته تكون نسيت تقول له؟ معقول ونص. ولا ايش مصلحته يكتب مع عدم الموافقة؟ والله شيء بجنن. حسبي الله ونعم الوكيل بس. الورد جميل، جميل الورد. الورد جميل، جميل الورد. الورد جميل وله أوراق عليها. مرحبا. أهلين روحي، طمني أم حاول لشعيرة؟ شعيرة ومسوسة كمان. لك ليش شعيرة؟ هيك الله بده. غريبة بالله، عم تحكي عن جد؟ ايه والله عن جد. ليش هيك؟ مع انه سميرة خانم اكدت لي وطمنتني وقالت لي خلص روحوا حطوا ايديكم واجيكم مي باردة واطمنوا، كأنه الموضوع انحل. يا ستي حتى تصدقي تفضلي، هي اخر كتاب. نعم على هالقصة. هذا اللي صار يا ستي. تعرف انا عندي فكرة، اعطتني رقم موبايلها وقالت لي اتصلي فيني وطمنيني ايش بصير معكم، ايش رأيك اتصل فيها؟ ايش عم تستني؟ اتصلي ان شاء الله تكون كمان نسيت تقول له. اتصلي. الو، مرحبا سميرة خانم. انا مرته لزياد الموظف بشركة جوزك. ايه الحمد لله الحمد لله نشكر الله. سميرة خانم الظاهر انت نسيتي تخبري جوزك مشان استقالة جوزي. ايه لسه لهلأ ما رفدوا من الشغل. شلون يعني؟ بفهم منك انه ما في امل طاوي. والله تقلنا عليك كتير. ايه يلا ما رح اطول عليك كتير. ايه ابقي زورينا لا تنسي. اهلين، بتشرف بتشرف، مع السلامة. ايش صار معك؟ ايش قالت لك؟ طمنيني. والله ما بعرف ايش بدي اقول لك، بس الظاهر ما مشي الحال. المخلوقة حاولت كتير مع جوزها واعتذرت مني كتير كتير. العمى والله ما بقيت اعرف شلون بدي اتصرف معه هذا الزلمة. تعرف لازم تلاقي حدا بيمون عليه كتير كتير. واحد بمون عليه كتير كتير، ابني بدنا نجيبه هاد. عفوا دكتور، في شخص اسمه عامر ابو طارق بده يقابل سيادته. خليه يدخل. تكرم عينك. تفضل. السلام عليكم. اهلين ابو طارق. اهلا اهلا، شرفتوني يا مات. اهلا وسهلا. كيفكم سيادة الوزير؟ الحمد لله. ان شاء الله تمام. الحمد لله. تفضل تفضل. اهلين اهلين. تفضل تفضل. السلام.
يا اهلين اهلين ابو طارق، كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. الله يخلي لنا اياك سياده الوزير. مرني ابو طارق. لا يؤمر عليك ظالم سياده الوزير، يعني ان عندك طلب صغير. اخي وصديقي زياد موظف بالشركه العامه وعم بيقدم مشان يطلع استقاله يعني، وما عم بيوافق له المدير العام. بقى بدنا هيك تليفون صغير من جنابك، بركي بوافق له على الاستقاله. تكرم عيونك. شو اسم الاستاذ؟ زياد، زياد السهلي. تكرم عيونك وعيونه. اطلبي لي المدير العام للشركه العامه فورا. وما قلت لي يا ابو طارق كيف الصحة؟ كيف أحوالها؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، ساترها المولى. الشغل تمام إن شاء الله بإذن الله؟ والله الحمد لله، يعني ماشي الحال. ألو؟ أهلين 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 أبو شادي، كيف الصحة؟ والله الحمد لله الحمد لله. شو بدي أقول لك؟ في عندي موظف عندكم بالشركة اسمه زياد السهلي، بدي اياك توافق لي على استقالته. بس عفوا يا سيادة الوزير، هذا من اكفأ الموظفين عندي، وبصراحة انا ما فيني استغني عنه، ما في بديل له نهائيا. سيادة الوزير برجع باكد لك ما في بديل له، لو في بديل انا كنت انهيت تكليفه مباشرة ووافقت له على الاستقالة. طيب ماشي ماشي الحال ماشي الحال، بس بدي اياك تأمن لي له بديل فورا. ها؟ على راسي. تكرم عيونكم. على عين سيادة الوزير، بأمرك بحاول بأقرب فرصة أوجد البديل وقيله. على عيني، برعاية الله الله معكم. أي معقول وصلت للوزير يتدخل من شانه لهالدرجة؟ تفضل أبو عبدو، سجل لي هالطلب عندك بعد إذنك. تكرم عيونك. شو يا أستاذ زياد؟ ما ملت من تقديم طلبات الاستقالة؟ يا سيدي بدي أضل أقدم الاستقالة لوقت ما يوافق عليها حضرته. يرو الله يسهل لك يوفقك بجاه محمد. الله يسلمك. يا زلمة إنه هالزلمة مش أدراسه عنيد. لك الوزير، الوزير اتصل فيه شخصيا وما كان يوافق على الاستقالة. قال إيشو؟ بدي ألاقي بديل عنه. معناتها القصة ما هي قصة استقالة أستاذ، في شي شخصي بينك وبينه. بيني وبينه شي شخصي؟ منين؟ لك لا بعرفه ولا بيعرفني. خيو انا برايي تنسى الموضوع نهائيا وما بقى تفكر بالموضوع بتاتا. معك حق. العمى شو هذا؟ مو توقيع الوزير؟ توقيع مين لكان؟ ما بعرف، انا توقيع الوزير بعرفه ومتاكد منه، وهذا مو توقيع الوزير، يعني مزور. العمى هالشغله معقول؟ لك طبعا معقول، صرف 10 ملايين مو قليل. ايه والله مو قليل. انا لازم ابلغ المدير العام فورا. فورا روح لعند المدير. يلا. تفضل استاذ، وهذا الكتاب المزور. فعلا مزور؟ مو هذا توقيع السيد الوزير؟ بعدين مبلغ 10 ملايين مو قليل. يسلم هالتم يا استاذ زياد، فعلا 10 ملايين مو قليل. استاذ واضحه الشغله اختلاس. كتر خيرك يا استاذ زياد، منيح اللي نبهتني. بتعرف يا الحاله كانت ورطه كبيره. على كل حال بارك الله فيك، انت جنابك روح على شغلك واترك لي هذا الامر، انا بتصرف. خيو لك العمر بخلص والشغل ما بيخلص. اي والله. شو هاد؟ اوف بروك بروك بروك، احكي لنا صار معك. قل لي لا شوف بس لك المدير صاي. قال لي برافو عليك، كثير منيح انه نبهتني. العمى 10 ملايين فرد سوار؟ ايه فعلا كبير يا خيو. ايه منيح انتبهت كمان على التوقيع. ما قلت لي المدير انبسط منك ولا لا؟ ايش انبسط؟ كيف وقال لي روح انا بتصرف. مبروك 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 مبروك. طالع 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 من جيبها طالع، وكتر كتر بشاره بشاره. يلا بشاره على ايش؟ يا اخي المدير العام
ايش بو؟ وافق على الاستقالة؟ Thank you.